مكملين معكم حتى لل 11. نرجع على تفاصيل بخصوص منتحل صفة واليس فاقس. الشخص هذا انتحل صفة واليس فاقس واتصل برجل أعمال اللي بهدف التحيل في مبلغ مالي. باش ناخذوا تفاصيل العملية هذه والتتبع للشخص هذا وشنو اللي صار بالضبط. حاضر معنا بالتليفون أنا تقرسمي باسم حاكم صفاقس سي مراد التركي. مرحبا بك صباح نور سي مراد. صباح الخير اختي ضحية وصباح الخير جميع مستمعي راديو مادة. اهلا وسهلا بك. دونك شنو هي تفاصيل العمليه؟ كيفاش تم التفطن للشخص هذا ولا منتحل صفه واليس فاقس؟ هو اختي ضحية كان يوم 9/2019 اصدر السيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه في فاقس بتكت دفاع حق شخص من اجل التحيل وذلك على خلفيه تعمدي صاحب شخص ثاني اتصال هاتفيا بتاجر هو تاجر اسماك ولايه فاقس وعرضوا علي وانه على اساس انه كان في التاريخ هذاك معناها رافق تنصيب السيد والي فاقس فعلى اساس انه هو والي السيد والي فاقس ويطلب منه مساعدات ماليه لاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه. الشخص هذا شك في المكالمه الهاتفيه واسترق فيها فعلم الجهات الأمنية وتم معناها نصب كميل للشخص هذا وألقى القبض عليه. دونك معناها ما وصلش تحايل على الرجل العمالي. لا ما وصلش تحايل أما الطلب اللي ضر منها من الطرفين هذوما كان طلب معناها حصول على مبلغ مالي في حدود بين 4 و5 دينار لمساعدة أشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. معناها على أساس أنه عمل إنساني. صحيح عمل الثاني والاساس انه مش يسلموها معناها للتاجر هذايا مش يسلموها وثائق وشهائد معناها تفيد معناها الخدمه اللي يقدمها. هذايا تم ايقافه والاحتفاظ به وبالسنطاقي معناها من طرف الجهه الامنيه القصه التعديه الجنوبيه اعترف ما نسب اليه وقول انه هو ايضا عنده سوابق في تحيل وسبق ايضا محاكمته في نفس الموضوع. صحبة النفر الآخر الثاني اللي هو الثاني قاعد بحالة فراغ حاليا معناها محال بحالة فراغ في انتظار إلقاء القبض عليه. معناها الشخص هذا في اللي تم إيقافه الأولاني معناها عنده قضايا فيما يتعلق بقضايا هكا انتحال صفة وتحيل وإلا هو اعترف لي ثم معناها قضايا متاع تحيل وانتحال صفة ولكن ما معناها ماهيش مدرجة ضمن ماهوش ريشيرشي نقولوا احنا معناها اعتراف من عنده ولا هو ديجا سوابق؟ لا هو اعترف بالفعل بتاعه ذي وقال صحيح كان الغرض من جملة الاتصالات الهاتفية الحصول على أموال معناها بطريقة شرعية من جهة مين قرر وصحيح سبق محاكمته هو النفر الثاني اللي كله من الأزال بحال فراغ كل عنده سوابق معناها قضائية وعادية في التحيل وسبق محاكمته. شخصين هذوما هما معناها أصيلي ولاية تونس وكما قلت معناها هناك معناها حاليا معناها هو بحالة انتهاء في السجن المدني في تفاقس ومعناها ستعقد جلسة معناها قضائية في مطلع الأسبوع القادم أمام الدائرة الجناحية للموقوفين في نفس المحكمة لمقاضاته في الغرب. وعمليات التحيل اللي صارت قبل سي مراد شنية معناها ولا شكون الناس اللي متضرة؟ هذه هو اعترف كل انه سبق محاكمته احنا ما عندناش اطلاع حتى بالنسبه لنا في بطاقة السوابق نتاعو كما طلبوها مش نلقاو معناها المراجع المتعلقه بالقضايا هذه يجب تكون قضايا في ولايات اخرى معناها في ولايات اخرى. بالنسبه لولايه فاقس احنا اول مره معناها يمثل قدامنا الشخص هذا ولا اول مره معناها يقع معناها تتبع الشريك معه في نفس العملية ما سبقش معناها مثل قدامنا في قضايا من هذه لكن معناها يبدو أنه وصلت القضايا اللي خارج ولاية فاقس وتم مقاضاة فيها. ولا الشخص الآخر مازال فار بطبيعة الثاني مازال بحالة فراغ لحالة تبقى الفصل 291 مجلة الدفاعية ونعرف احنا العقوبة معناها توصل حتى 5 سنوات في مثل قضية مثل التحيل وهو استعمل هنا صفته ومنتهى معنى تحل صفة مع صفة مزيفة فالتحيل معنى يقتضي معناها كل شخص معناها يستعمل صفة مزيفة أو خزعبلات أو أشياء من هذه بغاية معناها الاطلاع على مواد الغيب
يعتبر معناها تحت طائلة أحكام فصل 92 مجال استثنائية من أجل التحيط. لن سينظر في الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم من طرف الدائرة الإصلاحية الموقفين في المحكمة الشخصية، وسوف يقابلها في العكم على الحكم سوف ينظر في الغرب. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي مراد على التفاصيل والتوضيحات اللي قدمتها لنا. إن شاء الله نهارك زين، يعطيك الصحة. نطق رسمي باسم حكم صفيق سي مراد التركي. موسيقى ونرجعوا كالعادة نكمل.